الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاليال حديث كان ربنا ما أنت إنك هذلنا وحديث أبو هريرة وري وحاسو صاري إمام الترمذي رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر حسن يوكدي وشيخ الألباني نسوه كلا صحيح يوكدي إمام الترمذي نووري با حديث كرسول صلى الله عليه وسلم علم علمها كمد أصحاب تسيؤيمت وحوكيري من يأخذ عني هؤلاء الكلمات هذا كان عن ربنا إذن شيء ويا إجا قاضنا يه كعمل فلايو أما برايا دت كعمل فلو أبو هريرة وحير واستجو حنا أني يا رسول الله كد ابن محمد صلى الله عليه وسلم جعنتي إذا وقبتي أو شن أرن أيو شيء جاي حديث كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم intaan sheegin wasaayid dardaanka nabi sallallahu alayhi wasallam intaan sheegin waxaan rabnaa isluubka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa uu bari jiray inay ka faa'iideysan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ahadiith markuu sheegay siyaabo kala duwan uu sheegay marka qaar kood uu iimaanaay uu sheegay mar marka qaar kood su'aalo ka dhigay man kaani hada jumlado kala man kaani yu'minu billahi wal yawmil aakhir nasiha aama wa qufki rumay hadith rasuul sallallahu alayhi wasallam usiinay wa مر مركا قاركودنا سؤال ويدينا سيدي حديث كان عن شيخنا وقال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات سؤال مركي وحلو ويدي انتباهها دات قفك وحاهيليسا اتنشن كيسا هيليسا مر مركا قاركو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحول يجري ألا أدلكم مئذين تصا وحيدين في عن مر مركا قاركود وحول يجري يا أيها الناس ضدو وسقويرا مركو أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقاد يجري ألو باهية إن كبرنا مركا ربنا دات كوح وشيخنا ميل والبا وحي كوفي عن إن لو شيخ صاصوك الله ويراه نبي محمد صلى الله عليه وسلم انت اسكليكم موسى كانين مركو ابو هريره اني غودهي نبي محمد ابو هريره قعنتي سوقتي محاوله تاسن اهتمام كلا واي او رب ابو هريره انو دهو وحان كو شيغاي مهم واي سي فيانو دغيس كديبنا شن ارين وحسابه شنت وحو حسابي وحاتين كوباد وحو يري اتق المحارم تكون عبد الناس وحات اسك الى لسا محارمتا محارمتا وحواي وحكستو الهي حارانتي مي محال لغا وضا وحكستو إلهي حارانتي مي وحاوايي وحاسو هوز قلايو إنا سميسيد وحيالا حن حنو حرامي وحي اللحظة بين قفكي إنو الشيء وقفكي إنو ظلمي ووحيالا لحارانتي مي وحاكالو سو هوز قلايو أوسو إنا كتكتيد وحلقو أمري صلاة ده دا كتكتيد صونك كتكتيد صدقة ده كتكتيد محاري مالا تمي سيم تنگ واي أدو حرام سميسيد محارمتي سو هوز قشي وحلو أمره هذا كتكتني محارمت يا سوهوز قشي زي ما كان وحارك يساقف قلضوا سمينا قبل أن أمسيفي عم حجابنا مركي الله دحوك له أنا مسلم فيه أنا شنتي صلاة ضواته كذا محايق ربتا طيب شنت صلاة بسلته كذا ما آهن سيد وقفك عابد ونقضه شنت صلاة ضواتك يا سوافي عن تحي لكن وحالقا ربا وحياله لقا حارنتي مين أسكي إلى لسد وحكستو لقا حارنتي مين أسكي إلى لسد نبي محمد صلى الله عليه وسلم كلمة حتى وحو استعمل اتقي مدين كتك مدين اتقي تقوى علماء وحي كوفة سيرين وحاوا إنا أحدك تد أذيقي وحا كعبسني سيد دربنا كود أحسن ميسا مثلا قد خبين كوف قولي ومركو قال الباب كيسو حرانا محو حرنا وحو كبقى توق إنو صو قال أم وحو صو قال أسيقى إي وحو كبقى دحدي سوحو سمي حجابو سمي أم الباب سمي أم دربي سمي محادعي داعي بكاس وحو كقبسنا وحو كعبسنا يدين عكال جوب إذن إسك إلالي وحكس إلهي كحارة تمي أو إيه إن أتكتكتد وحلو أمري أما آلتي ما ذيت وحل جا حارة تمي هذا أنت سمي سيد محان قنيس ساي تكون أعبد الناس قف وعبادة في عن أيان قنيس رجل عابد أن قنيس بل ذاتك أوقف في عن سوق ليس ودردارك كوبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يغنو وضع صوت إن إسك إلالي وحيا لهنا على حارة تمي oo ka mid tahay inaan ka tagno wax loo la amray waxuun aan la nimaado dardaaranka nabiga sallallahu alayhi wasallam marka inta sameeyay ta kuna abadanaas dardaaranka labaad rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri warda bima qasama allah lak takun aghna nas kurra li noqo oo ku qana wax kasto ilaahi ku siiyay takun aghna nas dadka ugu qanisana noqonaysa dadka qaar kooda ma arkaan waxay haystaan laakiin waxay arkayeen waxa qofka kale uu haysto waxaa laga yaabaa qofka inuu xoolo badan leeyahay bal waxaa laga yaabaa xoolihiisa asiga ilmihiisa ilmuhu abkuugu noqonayo xataa inay ku filanta laakiin muu jeedi wuxuu jeedaa qofkan kale wuxuu haysto u jeedaa qofkaas mataqaanay weligiis wuxuu ku noolaanaa walwal uu ku noolaanaa
لأن ما أنت نوحو فيرنا كان كلو حو هايست مثلا وحلا جا قف كان بابور وحوس كهايست أو 1995 أما لاس وهايست كان وحو أركا قف بابور 2020 وتو مرسيدس ود مكرو فيرنا هذا كاس فيريس كان هوست هذا فيري ضد وحاجة بابور حتى ها هايسن أولو جاي ماهو كان فيري كان كهوس فيري كان لو جاي وحو فيرنا كان بابور كفوتو هفيريني كان بابور كوتو حافيرس كان لوين كيرن أو سعون كيرن فيري كان أون لوين كان أول شير كلو وضع وحوفيرنا كان صعدة هفيرين وحافيشة كان إسبتال كجيفو والله سمتم إسبتالات كتجا وأركيسة قفوا حاجر إسبتال كجيفو حتى مزجدي كرو سو جيف هدور ربينو إزجديو مالو تابنا نيرس كم أنا ولا جدنا نعم هذا كجر تفيري مو جيد وحصلا مو جيد وحو جيد قف كلو وحو هايستو قف كاس مركو حو كنولا على مركز والول adiga la isku noqmeel kala baha fiirin waxa laga yaba qof walba anaga naga inuu malaayiin haysta laga yaba laakin uusan u jeedin hada hawa qaadanaysa daqiiqo kasta qof walba wuxuu neebsaday 6 ila 10 mar inta uu dhaxayso waa wada neebsanayna walaasu dhuma hayso qof walba bilaash uu ka for grant wa bilaash uu qaadanaysa hada waa hadle waa neebsanay kulli way dhageysanayso waa neebsanayso bilaash uu qaadan dad qaar kooda waxa jir oksijiin kooda wato waa aratan dad waxa bire watan ambuube watan oksijiin sanka ugu jir qaar waxa jira tuba afka loo geliyay qaar tirakiyastan iyo loo soo meeshana laga duulay soo u neebsado alxamdulillaah in nicma haysataa wa inta uddu ni'matullaah min ni'matillaah laa tuhsuuha la in shakartum la aziidannakum ni'mada haysatid fiiri hafiirin min qofka kale wuxuu haysto hadaa waxa adiga haysatid fiirisid oo alxamdulillaah tiraahi takun aghna an-naas dadka ugu qanisana noqonaysa laakiin qofka kale wuxuu haysataa fiirisid wuliga farxadku ma noolaanaysid تردارك سدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسي وحواي درسك إن الله في عناضه وأحسن إلى الجار تكون مؤمنة درس على نهاية ذاتك هو درسك وعلى فيرين جرب زي ما كان وحلاق يا بقف كدرس إنه ليه هاي درسك حتى مجعيس إنه أقوني أنا ولا جاب مسلم مية قال مية وحوي ما بيقانه he doesn't care وما بيقانه رسول صلى الله عليه وسلم وحوي ليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره درسك إن الاحترامه لكرامه يو وحد يباهيهن لصيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث قال وحير والله لا يؤمن والله لا يؤمن سدح مركم الى قفكاس والله ان ايمان رب لغهلين صحابه ان يا بين حنيها وقفكاس يا رسول الله مركاس وحير قفكا درسكي سدبو مركا درسكا وحالو باهي دبكا اناك الى لسك وانا غاغن اتست ايالو باهي بالذات دتك لا نول دد ان مسلمين اهن وحالو باهي هي ان تستد اسلامك وانا غيس ان تستد ايالو باهي وحاجرت نين أو مسلمين هاي أو مريكين كود جناي وحول لها درس درس كقالوا هاي ويدي بيجرين مرك نينك مسلم قال يدي بيجر بابور كيس ما شو دكتور كدي جين جرين كيو ضاي دي جين مر مر كقار كود ميوزك كديرين جرين مر مر كقار كود دربي كسو قراع جرين لكن نينك مسلم كا وحول جو أنصدي مركو أركا إنه إسماعيل قراي ودولا عداي وسن وح كسمين سنوين مركي كسو وريكتي ninkii gaalka ahaa ninkii uu yimid Soomaali wuxuu yiri ina mar guriga ku cusumaa rabaa okay ma iman kartaa ani xaaskiga rabnaa kula hadan hayo dhawo u tagay su'aalay weydiyeen waxay dhahay waxaan ognahay fiir ayaga isku marqaati fure waxay dhahay waxaan ognahay anaga inaan diris xunnahay oo aan ku dhibno kana kugu sameeyay kana kugu sameeyay waxyaalo badan ay tiriyeen laakiin adiga markasta wanaagun baan ugu bedeshay maxaa kugu qasbay waxaas inaa sameeyay markaas wuxuu yiri waxay ugu qasbay waxa iimaankayga ay ugu qasbay ani muslimina ahay taban dadka gaalada muslimku waxay u yaqaanaan nooc kale muslimka hadda aan qaanama muslimku waxuu yaqaan nin dadilo nin aan qoslin hatta su'aal maris weydiinayeen muslimka ma qoslan mise ma qoslo su'aashii si weydiin suudiya cabsida la cabsisi bis media wax kasto ka sheekay waxa waa muslimka kan uu qarxiyay kan uu dilay qof uu qalay qof uu madax ka toogtay baahi waay corruption waay fawdo waay wax kasto xun islaamka label laga dhigay marka dadka badi oo shacabka miiqanan wari qof muslim baysan la kulmin source kaliye helayna waxa waay islaamka inuu qof xun yahay ninkan waxa laga yabaa inuu u sameeynaa waxaan haka guur inuu u sameeynaa laga ninkan oo waxas wato intuu dib ku keenay laha markaas wuxuu warkaasi waxay ku dhayn waaye muslimkan aan naqaano maxaa ka iska dhaxgalay islaamkaaga iyo wanaagaaga muslimnaa taas waxa aqoonta inta leena isaas waa ayaga aqoontooda iyo tacaamulkooda laba waa aqoontooda bis ila ilaahay salaad uu tukada intaas waa laakiin tacaamul ma laha diinteen laakiin diinteena waa diin kaamil shaamil waa markaas wuxuu xirmay diinteeda bi amris iimaankayga wuxuu kamid yahay waxa waa inaan ku wanaag falo
markaas wuxuu ma nabigiina dhaysaas ha ma haysa wax diintiina ka hadlaa baabuurkiisu ku noqdo warqada uu soo qaaday faruuf ka saaray nimankii waxay bilaabeen markii islaamkiinay istaadi gareeyaan oo ii sheegay marka waxaan ku dhamaali maa cazuuntid mar guriga ugu cazuuntid guriga ku cazuumay cuntadii jecelayn sambuus iyo waxaasi jeer cunta soomaali u sameeyay oo keenay markaasay waxay dhaheen marka hore islaamka fikraddan ka haysanay iyo markaan kula kulanay islaamka fikraddan ka haysano waa kala duwan yihiin totally different way islaamkaana qaani nuucaas waay islaamka marka adig ku baranay aan baranayna waa islaam oo runtii annagabana anfacay ee waxaan rabnaa inaan kuu sheego diintaada inaan soo galno islaamnaan rabnaa allahu akbar dadkan ninkan fiiri kaalee soo islaamma ma dhihin bii ma u geenin laakiin wuxuu tusay tacaamul islaamka wanaagiisa وأحسن إلى الجار تكن مؤمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أحاديث تاسو كعمل فله تاسو إله أوسو إسلامي ذاتك أوسو إسلامي دردارنك أفراد وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما إنا ولالك لجعلاتد وحا نفتاد لجعشها وخيره ذاتك قاربو ذا وحاواي أنانيين وسلفش شوية وحكستو أيقى سربان وحكستو أنيقى لواه قف كلو أركا وحباهن وحاجة ما قيلين وحو أركا قف حو كفي عناد عقد وبو قاضاب حسد وحاوى وحو ربا وحدا مؤسقة يشت تاسنا ما أهن علامات الإسلام كما أهن الله سبحانه وتعالى صحابة مركو أمانة وحوكو أمانة وحوى إيثار مرك أيقو وح ربو إني كتنا زولاني السيان ولا له وكلا نبي محمد مركو ولا لي أصحابته مهاجرين تي أنصار تواتقاني أنصار تحوله هذا أي كلقي بي نص كعلى قاض قفوسا جرنيني شلي ويمت ونص إيه ما حولي صلا نحو نص مسا قاض وحرت كعلى قاض بل قريه هذا أجد ين قارب قاض طيب كاسو كلا على ربع سيرة ذا وأقرناي سيرة ذا وحلو به إنك عمل فلان ما هنا تاريخ هان وأقرنه وهو ناس أنت لكن اللي هو عمل فلان سيرة ذا وأقرناي nin mardagaal lagu jiray nin saxaabe shan saxaabe meesha ku dhaawacnayd mid wuxuu biyo biyo mida biyo keen wuxuu yiri wuxuu maqlay qofka dhinaciisa oo dhahay biyan rabaa wuxuu yiri kansi soo dhahay shanti sidii meesha ku dhintay qof walba wuxuu aaga tanaasul biyaha qof kale walaalkiis oo aaga tanaasulay idan iithaarkaas la rabaa ha noqonin qof naftaada bis jecel ha noqonin waxaad noqota qof walaalkiisa khayr kale jecel noqo adduunyadan faraaqa qad waxay tahay maala birri waa ka tagaysa hadaa milyan maanta qaadatid مرعد لك قادنيسا لكن حسد كي عقده قلبك اي هو جرت اخر الى له استاغيسا دردارن كشناده او دن بينه محمد صلى الله عليه وسلم نسي وحاوي ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب نو خوير قسلك هبدني قسلك بدن قلبي ودلاي نبي في ريا مدهن ها قسل مدهن وخوير هبدنين لان قسلك بدن قلبي ودلا هيبدادن وا نسقامنا hadda fiir markuu yimaado dhalinyar markay isla socoto ama dad isla socdaan qof qosol badan markuu yimaado qiimo badan ma laha aqtooda kii qosolka badnaayay laakiin qof aamusan markii loo baahdo kaliya hadlaayo aqtooda heebu kaliya why because asab booskas is dhigay kan qosolka badan asiga hoos isu dajiyay waa qalbigaagu dila heebadaada hoos u dhiga idan wala tukthir dhah qosolka badan ma fiicno mar marka qaar kood qofka inuu qosolo la baas نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكسوكنا دينو قصلو إلى جوز كيس الله أركي لكن سؤاشة وحاوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصل كيس ما بدنا مسألة لو لعدين تيسا بدنا الجواب لو لعدين تيسا بدنا انت مروا قصلي والا حسابي كارا ضحك حتى بدد نواجد والا حسابي كارا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم بل وون أمري وحور تبسمك في وجه أخيك صدقه ina markas qof muslim waxa loo baahan yahay ina dhoola cadeysta loo baahan yahay maalin waxaan aad ayaa waxay tiri qofaanu imaad waxay tiri waa wadaadada ma jeecli iyo dadkan waxay tiri maxaa dhacay wajigooda waxa saarnay tiri no ex saarnay no maxaa dhacay ma ba qoslaanay tiri ma dhoola cadeeyaan wax kasta ma yeeu yaqaanaan ma isaas ma ahnaan waxa laga yaa inaad dad aragtay isaas ma ahan marka waxa loo baahan qofka ismaailka markasta inay ka muuqnaato wajigiisa beela waa loo baahan yahay tabasadqa waay تبسمك في وجه أخيك صدقة ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اللهم احفظنا من شر كل ذي شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.